مركز الإلما بمحرك أكثر قوة. تركيا تنشر تفاصيل مثيرة عن محرك مقاتلة الجيل السادس كيزل إلما. مرت أول طائرة مقاتلة تركية بدون طيار من الجيل السادس كيزل إلما التي طورتها شركة بايكار بمراحل مهمة وحساسة في تكنولوجيا الطيران. تم تطوير كيزل إلما بقدرة عالية على إجراء عمليات مشتركة مع الطائرات المأهولة، وستكون أول مسيرة مزودة بمحركات توربينية. جرى تطوير محركات النموذج الأول من كيزل إلما بواسطة شركة إفتشينكو أوكي بي الأوكرانية للإقلاع بمحرك AL25، وله سرعة تبلغ 0.9 ماخ، أي ما يعادل 680 ميلاً في الساعة. وفي المرحلة القريبة القادمة سيجري استبداله بمحركات AL322 المصنوعة في أوكرانيا أيضاً. ووفقاً لخبراء الطيران، إنه مع هذا المحرك ستتمكن كيزل إلما من الطيران بسرعة أكبر. تم تصميم محرك AL25 لأول مرة للطائرات ياكوفليف ياك 40 الأوكرانية، والتي يشار إليها غالباً كأول طائرة نقل نفاثة إقليمية هناك. بدأ مشروع هذا المحرك في عام 1965، وتم إجراء أول رحلة تجريبية في عام 1966، وفي عام 67 تم منح الإذن بالإنتاج بالجملة. وتواصل شركة تصنيع محركات الطائرات موتورسيخ مقرها أوكرانيا إنتاج هذه المحركات حتى هذا اليوم، وهناك أكثر من 3000 طائرة أوكرانية تستخدم هذا النوع من المحركات. وتعمل شركة بايكار حالياً على توفير محرك توربيني أكثر قوة يتميز بالملامح العامة التالية: النوع ميد باي باس توربوفان، الطول 3358 ملم أي ما يعادل 132.2 بوصة، القطر 611.6 ملم أي ما يعادل 24.8 من مئة بوصة، الوزن الجاف 350 كيلوغرام. كما أوضحت بايكار أن أقصى قوة دفع لمحرك كيزل إلما المرتقب يجب أن تدعم قوة إقلاع تبلغ 16.9 كيلو نيوتن أي ما يعادل 3800 رطل، وقدرة انطلاق تبلغ 5.5 كيلو نيوتن بما يساوي 1140 رطلا، ونسبة ضغط كلي تبلغ 1:9.5. عن استهلاكه للوقود فيجب أن يستهلك 468.1 كيلو جرام لكل ساعة.